انا عندي نقطه ضعف صراحه على المهرجانات بهالشكل، لانه بتلاقي فيها العالم كلها جاي من كل المناطق المجاوره للمنطقه اللي بكون فيها، وعم بلاقي تفاعل كثير حلو من الناس، وعم بلس عم بعمل شو جديد، يعني عم بعمل قصص بطريقه معينه على المسرح كمان هيك تشبهنا وجديده والعالم عم بيحبوها. انا اتفاجأت صراحه، لانه بتعرف ريسك فنان لبناني معودين العالم عليه بلون معين يقدم لهجه ثانيه، وقصدت انه اخذ وقتي اعمل عمل متكامل مره واحده، فعملت رايحين على بيتنا وكان تفاعل كثير حلو، اجاني افضاء كثير حلوه من مصر وحتى بلبنان، يعني بلبنان حبوا الاغنيه بطريقه كثير حلوه، وهذا الشيء اللي اشتغلنا كرماله. معي اكيب عمل كثير كثير بروفيشنال وكثير بيشتغل بطريقه حلوه، هذا الشيء بيساعد. وشغله ثانيه، منا هينه انه واحد يكون قدام الكاميرا وورا الكاميرا بنفس الوقت، يعني كل مشهد صوره برجع بحضره. وانا عم بعمل اشياء انا بحبها، يعني اشياء انا بلاقي حالي قادر اعملها او قادر اوصلها للناس بطريقه معينه. غير هيك ما ب يعني ما بتعدى على الاخراج، بس بعمل اشياء هيك بحس حالي قادر اعملها والناس فعلت معها بطريقه حلوه الحمد لله. لا انا مش مخرج، انا بس بعمل اشياء هيك بحب اعملها واشياء بحس حالي قادر اعملها لحالي، بس بعتقد هيك يعني بعدين اذا اجت علي نعمة الاخراج من حيث لا ادري حدا بيعرف. اغنية علامة كان في مشروع تصويرها، هلا محتارين بين علامة ووجع الذكريات، يعني هلا على الشتاء معقول نروح على وجع الذكريات مبدئيا يعني. بدي بعد ما في بلاننج، لانه الاعمال يلي بيشوفها من الناس بعد كلها بدها تندرس وتنشغل، بعد في قصص جديده بدها تتصور منها الالبوم، وبعدين ان شاء الله يعني ما بعد ما في شيء جديد يعني اقدر اقول لك عنه، بس كمان اكيد عم نشتغل على طول على ميوزك فيديو جديد على اغاني جديده اكيد. عم.